دهب يعني سمبوسة، دهب يعني جلاش، دهب يعني كنافة. مصنع دهب هياكلوا صوابعهم وراء. أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات. رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج. رقاق سمبوسك دهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل دهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام دهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع دهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام دهب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. صباح الخير على حضراتكم، صباح الهدى والنور والرضا، صباح معطر بمولد الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام. كل سنه وحضراتكم طيبين، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الاسم مصري. زي ما متعودين من برنامج الاسم مصري، دايما بنرصد او بنقول وبناكد على تأكيد الهوية المصرية. برنامج الاسم مصري مش مجرد برنامج وضيوف موجودة ومذيعة بتتكلم، الاسم مصري هي أحداث وقائع. عايزة أقول لحضراتكم من خلال البرنامج أنه مصر مسلوب حقها قوي 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 من ناس كتير ومن ناس مستهدفة شخصيا. عايزة أقول أن مصر تاريخ قبل التاريخ كله، لكن لما نشوف أن التاريخ قدامنا بينهب، لما نشوف ان التاريخ قدامنا بيروح وبيضيع، لما فيها عبارات كتيرة ووقائع كتيرة بتقول انه مصر مش هي صاحبة الريادة لا في علم ولا في وقائع حقيقية. النهاردة في حلقتنا عن المولد النبوي الشريف، ذكرى جميلة تعتبر من اعظم حدث في يعني اعظم حدث يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية، هو مولد الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. خلينا نقول أنه الحدث ده له شق كبير قوي وله بعد كبير قوي. كتير من المشاهدين بيقولوا أن بداية الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف كانت في بلدان تانية، وكانوا بيقولوا أيضا أن الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف كانت منسوبة للعصر الفاطمي. لكن أنا جاي النهاردة بأكد لحضراتكم بوقائع وبأدلة وبشهود أن احتفالية المولد النبوي الشريف مش احتفالية عادية، هي من أكبر الاحتفالات في العالم كله، وكانت من أقدم العصور، وكانت بدايتها من بداية خلق البشرية كانت هنا من مصر. ده هنعرفه ازاي؟ هنعرفه من خلال ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني النهارده، الحقيقه استاذتي قبل اي حاجه كليه اعلام جامعه القاهره، ولكن هي مش حابه اكون يعني معاكم مطوله قوي في المقدمه، لان الحقيقه ان هي عندها خزينه معلومات، مش معلومات عاديه، لا دي مخزون من الثقافه الموروثه، عندها كم معلومات رهيبه. انا شخصيا قبل الهوى ولما كنت بذاكر الحلقه وجدت ان انا لا انا ما كنتش اعرف بلدي صح. فدوري النهارده مع حضراتكم ان انا اقول مصر ايه، تاكيد الهويه المصريه، تعزيز قيمه مصر مش بس للمصريين، للعرب ولاي مكان في الدنيا. اسمحوا لي ارحب بالاستاذه الفاضله استاذه دعاء صالح، كاتبه والباحثه ايضا في فلسفه الثقافه الشعبيه. برحب بيك يا فندم. اهلا بيك، صباح الخير. صباحك هنا يا فندم. كل سنه ومصر طيبه وكل طيبة. المصريين بخير، وينعاد علينا دايما مولد النبي بالاعياد والافراح والبهجه والحلوى والزهو المصري الاصيل. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل المصريين واخواننا العرب والامه الاسلاميه بخير وبسعاده بخير يا رب. خليني ابدا مع حضرتك واقول حلاوه زمان عروسه حصان
وآن الأوان يا ولد. دي كلمات الشاعر الرائع صلاح جاهين غنى للعروسة وللحصان في المولد النبوي الشريف. لكن أصل الحكاية عروسة وحصان، هي كانت حتحور وحورس. تماما، ذكرنا قبل الحلقة تمام، واضح انك ذكرتي جدا. فعايزة من حضرتك تقولي لي ايه أصل الحكاية بالنسبة لحتحور وحورس. وخليني برضو يعني أربط سؤالي بحاجة تانية، هل بالفعل زي ما شيعة أو شاع في الفترة القادمة، الفترة عفوا السنوات القادمة والعشرات السنوات السابقة تداولت في الأوساط الثقافية والمعرفية عن مقولة بتقول إن معظم أو احتفاليات المولد النبوي الشريف ما كانتش من مصر، اللي هي يعني الاحتفالية بآل البيت سيدنا محمد عليه السلام، وإنها كانت اتخذوها من الدولة الفاطمية. أنا عند النقطة دي وقفت، وأنا مش هتكلم طبعا برغم إن أنا يعني فاهمة ده، بس أنا محتاجة من حضرتك ناخد ربط بين العروسة والحصان ودور الدولة الفاطمية في الفترة دي، وإيه التعليق على المقولة الشهيرة بالنسبة لهم دي. طيب علشان خاطر نفض الاشتباك ده، أول حد إحنا بنعتمد عليه في نقل مظاهر الاحتفالات في المناسبات الدينية والاجتماعية المصرية الرئيسية عادة بيبقى المقريزي. وللأسف أنا يعني بأصاب بهلع كل سنة أنه نفس الكلام بيتكرر، وأنه عن المقريزي أنه هو أدخلت الدولة الفاطمية مظاهر الاحتفال داخل الشعب المصري بالمناسبات الدينية، واللي منها مولد النبي ومولد السيدة زينب والموالد بشكل عام، والحسين والسيدة فاطمة رضي الله عنهم جميعا. أنا اعتمادنا على المقريزي مش لازم يكون 100%، لأنه دلوقتي في مصادر معرفية أخرى تم تجاهلها. في عندنا مثلا مؤرخ مهم جدا قبل المقريزي بحوالي 500 سنة. أنا بعمل لك قياس هنقيس عليه حاجة أخرى يعني. ده اسمه المقدسي البشاري. المقدسي البشاري ده جه سنة 375 هجرية، زار مصر وعمل أحسن التقاسيم في وصف الأقاليم، ده كتابه عن بعض الدول والمراكز الأمصار الإسلامية اللي كانت في الفترة دي، اللي هي كانت تعتبر في بدايات والدولة الفاطمية ونهايات الدولة العباسية. حكالنا عن مشاهداته في مصر، ومنها حكى عن أنه رأى بعينه أبو الهول، وأنه أنفه مقطوعة مكسورة. واعتقد أنه هو قال لك أنه هو ده صنم بيمس الشيطان باستمرار، فمما تسبب في قطع أنفه وقال الحكايات عنه. هنيجي عند المقريزي هيقول انه بعد 500 سنة المقريزي يجي يقول انه ابو الهول ان اللي كسر انفه محاولة شخص اسمه صائم الظهر، ما عجبهوش وجود واسن في مصر اللي هو ابو الهول، وحب ان هو يهده فما قدرش يهد غير انفه. طيب انا عندي ده حد راح شاف بعينه، مع ان المقريزي مولود ومدفون في مصر، في مصر. حد جاي رحالة أجنبي من قبليه ب 500 سنة من فلسطين المحتلة حاليا القدس، وهو شهرته المقدسي بناء على أنه من القدس، يجي يقول أنه شاف قبليها ب 500 سنة أبو الهول مناخيره مكسورة. فعلينا ننحي الأفكار المسبقة دي ونحاول أن احنا نحلل ونستنبط الأصول جت منين. عروسة المولد أهم مشهد فيها هو مشهد المروحة الملونة. عريس المولد أو الحصان المولد أهم ملمح فيه الحصان والفارس بتاعه. طيب ندور عليهم في المقصور المصري. ظهروا إمتى؟ لا ظهروا من زمان. العروسة ذات ما يشبه المروحة الحديثة من الورق الملون. وجدت بشكل زهرة الأقحوان
المتفتحة فوق تاجها في نتر مهم جدا من أساسيات النترو المصريات اللي هي حتحور، واللي بيعني اسمها حتحور أو ملاذ حور، وحور هو حورس، فكان الارتباط منهم بينهم دائم. حتحور قوة اعتبرها المصريين قوة مصرية، قوة كونية بتعبر عن ضرب التبانة، بتعبر عن الأمومة والفرح والبهجة ورعاية المواليد والأمهات الحوامل والست الحسن والجمال في الحكايات. وعملوا يعني نسجوا أساطير وحكايات شعبية وأغاني كثيرة ليها، سواء في ما قبل الميلاد وتسللت المفردات بتاعتها فيما بعد إلى ما بعد الميلاد إلى أن توصلت للعصر الحديث، وده هنتكلم فيه بعدين. الحصان هو حورس وصراعه الدائم مع ست اللي هو عمه قاتل أبيه أوزوريس، وإنه دايما كان بيتم تمثيل ست يا إما كوجه شيطاني أو كسبك اللي هو التمساح الشرير، وإنه بيطلع هورس بيقتل هذا الشيطان اللي هو المتمثل في ورمز حلو على فكرة إنه يقوم يقتل الشيطان ده ثأراً لأبيه. ثأراً لأبيه. النموذج ده صورتين لحتحور وحورس فوق صهوة حصان بالرمح بيقتل التمساح سوبك أو إله الشر في مصر القديمة، الاثنين موجودين. وتم خصوصاً نموذج الحصان اللي هو حورس يرتقي الحصان ده تم نشره من خلال مجلدات هيئة اليونسكو لما جات أثناء حملة معانا صور اللي هو ده اللي هي الصورة دي اللي فعلا، وإنه ده جزء من أفريز لكنيسة في جزيرة فارس أثناء إنقاذ آثار النوبة. حاولوا إن هم أخدوه، هي حوالي مربع حوالي ارتفاعه حوالي 41 سنتي من الحجر الجيري، خدته الباسة الهولندية لأن هي اللي اكتشفته أساسا في كاتدرائية قديمة، وأرخت لي إنه ده مصمع في الفترة ما بين القرن الخامس والقرن السابع الميلادي، يعني في الفترة القبطية البيزنطية في مصر قبل دخول الإسلام، قبل دخول الإسلام. وده كان نموذج يعني ايه معترف به ومعد به بعد الفترة الرومانية. نيجي النموذج حتحور، الصورة اللي موجودة ديت احنا تم عرضها السماح بعرضها في متحف اللوفر سنة 2015 فقط، والمعلومات عنها شحيحة جدا لأنه تم الاستحواذ عليها أو سرقتها بدون شكل رسمي، وتم الاحتفاظ بها في أقبية متحف اللوفر لفترة طويلة، ولم يتم الإفصاح عنها إلا في 2015 بمعلومات شحيحة جدا. في دليل على كده يا فندم؟ يعني هي عرضتها للعرض العام في متحف في 2015 وكاتبة عليها إنها من الفترة البطلمية من القرن الثالث قبل الميلاد، يعني حوالي 300 قبل الميلاد، وإنها من مصر، لكن لم تقل إنه من أي معبد، من أنهي منطقة في مصر، المادة المصنوعة إيه، أبعادها إيه، لم تقدم أي معلومات إضافية. ولما يحصل ده في متحف من المتاحف العالمية اعرفي إنه الأثر ده تم الاستحواذ عليه بطرق غير قانونية، وإنه التنقيبات والحاجات دي كلها كانت معظمها في أثناء الحملة الفرنسية على مصر وقبليها، وكان الإيطاليين وبلوزوني وسرقاته المشهورة جدا للأثار المصرية حصل. فدلوقتي أنا بقى عندي النموذجين المعتمدين. خليني أقول لحضرتك دي نقطة مهمة جدا حضرتك تطرقت ليها، يعني إحنا من وجود حضرتك معنا النهاردة وبدليل كلامك والثوابت الموجودة بنناشد الحكومة المصرية للسعي وراء هذا الخبر لاستعادة القيمة. إحنا هنا مش بنتكلم عن أننا هقول عايزين الملكية الفكرية المعترف بيها عالميا، مش مستعدين بالظبط، مش عايزين حجر،
احنا عايزين زي ما حضرتك ذكرتي استعادة القيمة التاريخية والحق لينا كمصريين في استرجاع والنسب طبعا لينا في رأس حاجة زي كده حتحور طبعا يعني لان طبعا احنا عارف يعني حيقولي قبل هواء ان العمود هو اللي كان موجود والراس مش موجوده بالزبط. فبالتالي بوضع طبيعي يعني حضراتكم تكونوا انتوا واخدين بالكم من حاجه زي كده راس العمود احنا عملنا رأس يعني العمود اتعمل طب فين الراس بتاعته بالزبط. يبقى في سؤال لده فارجو من الساده اللي خدوها في انا حقبه وخرجت من مصر ازاي بالزبط. دي معلومات مفروض الافصاح عنها ل يعني تدوين واثبات الحقول الملكيه الفكريه لمصر لده المهم في ده في زهره الاقحوان ذات ال16 بتله اللي هي عاملة زي المروحة اللي بتحيط على باروكة حتحور أو شعر حتحور واللي بتزينها بثمان زهرات متفرقات وكأنها المروحة التجريد المؤخر ليها هي المروحة الورقية ذات الأشعة اللي كانت تبدو أنها أشعة شمس لكنها في الحقيقة هي تجريد من الصورة والرمز الأساسي اللي كان بيتعامل به حتحور من زهرة الأقحوان هيجي حد يقول لي زهرة الأقحوان مش زهرة أصيلة في مصر الزهرة الأصيلة اللي كانت بتنتسب إلى حتحور بالفعل هي كانت زهرة اللوتس والبردي حتى كان بيقام مهرجان لقطف البردي على شرف نتر حتحور بس كتير من المصريين معرفوش عن زهرة الأقحوان زهرة الأقحوان لأنها من الزهور اللي دخلت مصر بعد ما جدنا العظيم ايوه مع جدنا العظيم تحتمس الثالث بعد يعني فتوحاته في منطقه غرب اسيا اللي منها اللي هي سوريا الحاليه هناك لانه كان يعني بيتابع فلول الهكسوس اللي ابتدى محاربتهم من احمس اللي هو أول واحد في الأسرة الـ 18 المصرية الحاكمة اللي هي كانت حوالي من 1400 ل 1500 قبل الميلاد بالظبط كده الأسرة 18 الأسرة العظيمة دي جابت لنا تحتمس اللي هو يعتبر أول إمبراطور في التاريخ تحتمس الثالث وخططه العسكرية وخطط الغزو وخطط الدفاع والانطلاق من القلب والأجنحة أيوه كان ملك عظيم كان ملك عظيم وأنا أعتقد أنا شفت حلقة لحضرتك كنت بتتكلمي فيها ايوه كنا بنتكلم عن النسيج الوطني المصري وفعلا حقيقه من يعني من الملوك العظيمه الحلقات المبهرة كانت فعلا جدا. انا يعني استمتعت بيها الحلقه دي فعلا استاذه هدير طب خليني اسال حضرتك بالنسبه لمظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف طبعا حضرتك عارفه هي بتختلف سواء في الطقوس في العادات في التقاليد من بلد لبلد او من حضاره لحضاره بداية من الدولة الفاطمية ولحد النهاردة حضرتك تقدري توضحي لي يعني الاختلافات أو المظاهر اللي قدرت إن هي أو اللي كانت بتميز كل فترة من الفترات دي هي كان الاحتفاء أو الكلام عنها والتدوين عنها كسر في فترة الدولة الفاطمية لكن أنا أعتقد إن المصريين لما دخل الإسلام مصر واهتموا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته واحتضنوهم لدرجة أن هم احتضنوا من أول سنة 61 هجرية كان احتضنهم للسيدة زينب رضي الله عنها ولما جت ودخلت مصر وقالت يا أهل مصر أويتمونا أواكم الله نصرتمونا نصركم الله رضي الله عنها ودعت لأهل مصر لأنها استقبلوها في 61 هجرية وحاكم مصر وقتها مسلمة بن مخلد الأنصاري قدم لها الدار بتاعته اللي قعدت فيها من أول شهر شعبان 11 شهر مش مذاكرة كويس على فكرة أي الحلقة جميلة جدا أنه السيدة زينب دخلت مصر استقبلوها في بلبيس لأنها اتخذت مسار دخول مصر مثل العائلة المقدسة بالظبط فكان ليها محطة توقفت فيها في بلبيس في بلبيس استقبلها الأهالي بالزغريد وأفرع النخل والطبول والابتهاج وكانوا عايزين أنها تقيم عندهم وكان والي مصر في الوقت دوت مسلمة هو حاضر الاحتفال والاستقبال
أخدها معاه وده أهداها الدار اللي مكانها اللي فيها الجامع والقبة. واتكلمت عندها على فكرة دكتورة سعاد ماهر في موسوعة مساجد مصر أو أولياءها الصالحون. وبصراحة يا أستاذة دعاء يعني أنا قرأت مقالتين في غاية الأهمية لحضرتك نشروا في لبنان كان قيمة كبيرة جدا يعني إن أنا أتكلم عن عروسة والحصان والمولد النبوي وأولياء الله الصالحين وفكرة دخول الفاطميين أو تعاد رأسهم شوية هم حاولوا أنهم يتقربوا للمصريين. هم ما اخترعوش حاجة للمصريين. لم يخترعوا للمصريين أنهم يحتفوا إزاي برموزهم الدينية. هم جملة المصريين عندهم طرق ووسائل وخامات وإمكانات الاحتفال بالرموز الدينية ولم يكن أعظمها حنها وإلا ولا ما فيما بعد أعظم من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو وآل بيته الكرام. فدولت هنحتفل فحبوا أنهم يعملوا لهم حلوة. الحلوة بقت على شكل عروسة. العروسة قعدوا بقى ثلاث روايات تقول انه على شكل مرات الحاكم بامر الله، على شكل قطر الندى، على شكل مش عارف مين. لا 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 يا جماعه، العروسه كانت موجوده، بل بالعكس كانت موجوده بالحلوى المنفوخه من ايام الدوله البيزنطيه المرحله الكبرى. نهايه العصر البيزنطي؟ نهايه العصر البيزنطي في عروسه موجوده في المتحف الزراعي شكل عروسه المولد الحاليه بالظبط، وشكل اللي احنا شفناه دوت اللي هو حتحور بس مصنوعه من الفخار، وكانوا بيسموها في الوقت ده عرائس التراكوتا لانها كانت بتبقى عرائس صغيره معموله من من الفخار المنفوخ. عملوا منها نماذج حلوة وتم تداولها، العروسه دي والحصان دوت بالشكل ده في احتفالات بموالد القديسين والشهداء في فترة ما قبل دخول الإسلام في مصر. طيب يعني احنا كده بنؤكد على ان مصريتها 100% شكلا وموضوعا وخامة، وإلا دخلت كتير الدولة الفاطمية وحكمت مسافة من أول صقلية في إيطاليا لسوريا والحجاز واليمن وتونس والمغرب ومصر وجزء كبير من السودان. ليه ما ظهرتش عروسة المولد عندهم؟ ليه ما اوجدوهاش عندهم؟ مع ان في دول فيها حضارات فيها امكانات وفيها خامات زي سوريا والعراق كانت مشابهه جدا لمصر. فبالتالي ما عملوش عندهم عروسه مولد ليه غير هنا في مصر؟ طيب خليني اقول لحضرتك الطبيعه الخاصه للمصري، وزي ما حضرتك عارفه متعمقه تاريخيا والثقافه ايضا التاريخيه والشعبيه، المصري دايما له انطباع مميز بيتميز عن العالم كله فيه وبينفرد ايضا بيه، ودي حاجه انا شخصيا بفتخر بيها. لكن خليني اقول لحضرتك انه ازاي المصري طبيعته ما اتغيرتش على مر العصور من 7000 سنه والمصري ما زال محتفظ بالقيم والعادات والتقاليد. ويعني خليني اقول ايضا عشان اوضحها لحضرتك اكتر، ازاي حور الرموز والعادات اللي متعود عليها بحيث انها تتناسب مع طبيعته مع كل زمن ومع كل معتقد ومع كل وقت. يعني السائد في العصر اللي ده سواء العصر القديم او القبطي لحد ما ظهر الاسلام، ازاي المصري قدر ان هو يتشكل وان هو يحتوي يعني الفتره دي وقتها؟ هقول لك، ما قيل عنهم انهم كانوا آلهة او معبودات وثنيه في فتره تعدد الآلهة في مصر ما قبل الميلاد وما قبل دخول المسيحيه في مصر. وطبعا كان في موجود العبرانيين ووجود اليهود بس كان تحت مسمى العبراني في مصر في الفتره اللي هي ما بعد الرومانيه. هما قالوا ان هو قدسهم واجلهم كانهم الهه. لا يا جماعه، هو ما قدسهمش واهلهم كانهم الهه ومعبودات متعدده، هما اعتبرهم قوه كونيه وكل واحد بيتمتع بقوه كونيه من قوه الاله الواحد. وهم اسموه رع، هم اسموها حتحور، اسموها دي باسمائهم ولغتهم. لكن بعد ما جه اللسان العربي وعرفنا انه الله الخالق الواحد الاحد، خلاص بقى احنا
نسينا ده. الرموز دي ما بقناش نقدسها ولا نجلها، لكن أخذنا منها رمزيتها. طب خليني أنا أخذ بقى من حضرتك بعبارة العبرانيين، العجل السامري والعبرانيين أقدم سرقة في التاريخ. طبعا أقدم سرقة في التاريخ وذكرت في القرآن الكريم. الآية ذكرت في القرآن الكريم. قوليلي حضرتك إيه أصل الحكاية؟ أصل الحكاية أنه العبرانيين عند خروجهم من مصر، وكما ذكر القرآن الكريم، أن هم قالوا أنه ده تفسيرهم هم، أن هم قالوا في التلمود، أن هم قالوا أنه إحنا أمرنا بأن إحنا نأخذ من المصريين مصاغهم وذهبهم علشان هنخرج بعد كده. طب انت خارج وبتقول لك خارج من بعيد عن الظلم والإهانة، انت بتسرق المصريين ليه وانت خارج؟ المهم هو لما خرج اخذ معاه حمول واتلال من الذهب والفضة ومصوغات المصريين. معروف ان مصر نهبت يعني من زمان، والمصريين والمصريات بمنتهى السلاسة كده ادولهم ذهبهم على سبيل الاستعاره. طبعا هم كانوا بياخدوها على سبيل كده. اول ما راحوا على الصحراء وفي التيه وطال بيهم الامد وحبوا ان هم يشوفوا رب يجسم امامهم، عمل لهم السامري، عمل لهم العجل اللي من ذهب المصريين علشان خاطر يتعبدوا إليه. وبعد كده سيدنا موسى لما جه رجع لقاهم ان هم ارتدوا للحاله الوثنيه. فالسرقه دي واستمروا فيها بعد كده على فكره منطقه سيناء، وخصوصا منطقه سرابيط الخاتم. كان فيها يعني معبد كبير قوي مشهور لحتحور، لانها كانت بتمثل برضو الراعيه للجهات الاجنبيه وللدول الاجنبيه وللفيروز، كانوا بيسموها ربة الفيروز يعني سيدة الفيروز، اللي كان بيجي من سرابيط الخان. انا محتاجه من حضرتك توضحي بس للساده المشاهدين، لان يعني معظم اللي بيتابعونا من كل الفئات حتحور بالظبط، عايزه بشكل مبسط كده وانيق نقول للمشاهد. هي واحده من اقدم القوى الكونيه اللي سميت فيما بعد انها ربة او معبودة من اللي اعتقد فيهم المصريين وقدسوهم. وهي شكلت على ثلاث اشكال، يا اما شكل انساني لانثى جميلة فائقة الجمال وتعمل عليها حكايات ست الحسن والجمال، يا اما شكل بقرة وانها هي البقرة المعطاءة اللي هي بتطعم كل البشر من لبنها. واختاروا البقرة مش اي حيوان تاني، لان البقرة من اللي هي الحيوانات اللي بتدر اللبن طوال العام، بعيدا عن انها تدر اللبن في فترة احتضانها للاطفال. يعني نقول رمز انساني للبشرية، عملوها رمز للعطاء والحب والجمال، او انها للعالم كله يا فندم. وللعالم احنا بنتكلم عن اصل مصر وجذور مصر يعني. بالظبط كده. طيب. وقالوا كمان انها بتمثل، كانوا دايما بيقولوا ان كل نترة من النترو ديت ليهم حاجة في الفلك بتمثلهم، اعتبرت انها بتمثل ضرب التبانة. عايز اقول لك حاجة خطيرة مهمة جدا. فضلي. ومفاجأة. حتحور ليها قصة شعر او باروكة اسمها باروكة حتحور. قصة شعر دي انتشرت في فترة الستينات. ايوه ماكلين كيندي. جاكلين كيندي فعلا. جاكلين عارفة دي قصة يعني صراحة شعرها على شكلها. وهنا الممثلات المصريات شادية وميرفت امين كله عملوا تسريحة حتحور. فعلا تسريحة حتحور دي بتنتهي باطراف حلزونية. الطرف الحلزوني ده اتخذ كنمط في سوريا وبحر ايجا وقبرص، وكل مكان يظهر ك يعني باروكه لواحده من الربات عندهم كانوا بيقولوا معموله على النمط الحتحوري. النمط الحتحوري ده اول رسم خريطه لضرب التبانه. دي حاجه مهمه قوي. العلماء في العصر الحديث بعد كام ألف سنة من التقدم العلمي لما رصدوا ضرب التبانة لقوه على هذا الشكل الحلزوني. وكانت النترة حتحور اللي عملوا لها تماثيل وأيقونات وعملوا لها رسموها على الملابس بتاعتهم وعملوها في كل المظاهر الإبداع وعلى الأطبق الفخار والبورسلين اللي انتشر في مصر من أول 4000 سنة قبل الميلاد. موجودة خريطة ضرب التبانة على شعر حتحور.
في باروكة حتحور. طيب خليني بمناسبة بقى العبرانيين والكلام عنهم نرجع الكيان الصهيوني كان بيحاول عبر التاريخ إنه هو يوجد لنفسه مساحة أو تاريخ مزعوم في الحضارة المصرية، تعليق من حضرتك؟ هو طبعا سرقتهم للنماذج في فترات الاحتلال، يعني هي ادعوا في فترة من الفترات انهم هما اللي بنوا الاهرامات المصرية. حسنا، طب ليه ما بنتوش الاهرام عندكم لما ربنا وعدكم بالارض وانتوا اخليتوا بالوعد والاختيار؟ هما اللي اخلوا بالاختيار الالهي ليهم، وكان وعد الهي فعلا، لكن هما اللي اخلوا بالشروط. الهرم بتاعنا، انا مش فاهمه جابوا العباره دي منين. وقالوا ان احنا بنينا. طب انت رحت يا سيدي وحبيت تعمل هيكل سليمان وحبيت تعمل اوابد وخدت الارض الموعود بيها، ما بنتش فيها اهرامات ليه لما انت بتعرف تبني اهرامات وانت اللي بنيت الاهرامات يعني؟ وما فكروش في الحسابات الفلكيه للقدماء المصريين عملوها في وضع خالص. الاهرامات والكلام ولا اي ده حاجه خالص، لا يعني هو ادعاء فارغ، فقاعه يطلقوها وبعد كده يسيبوها تتفاعل، وناس تصدق وناس ما تصدقش، وناس تنبري للدفاع وناس تنبري للادله انها تجيب الادله، وانتوا كنتوا بتعملوا ايه وما بتعملوش ايه في مصر. لا حبيبي، انا انت ما عملتش حاجه في مصر، وانت لو كنت عملت بلاكس انت كنت منعزل. انت لما ليه ما بشرش بديانته بقيه المصريين، لانه اعتبر ان ده كنز ليهم وخلاص. الديانه اليهوديه ديانه غير عالميه، وبالتالي في العصر الحديث ومع الاحتلال لمنطقه سيناء الحبيبه ابتدوا ان هم ينقبوا منهم موشا ديان، وكانت الفضيحه كبيره جدا، حوالي 6000 قطعه في منزل موشي ديان، معظمها من تراث حتحور، وربطوا بينها وبين البقره التي جادلوا فيها الله. أيوة يعني ناس جادلت ربنا في البقره. طيب بمناسبه بقى الدفاع واللي احنا بنتكلم عنه، الحكايات الشعبيه كانت هي السلاح الوحيد اللي بيدافع بيه المصري عن هويته او تاكيد هويته المصريه. ده حقيقي. حضرتك علقي لي على حاجه زي كده. هقول لك انه الحاجات الاسطوريه، النماذج الاسطوريه واللي احنا يقال عنها في بعض الاحيان انها خرافيه والخارجه عن اطار التصديق العقلي في الاساطير المصريه القديمه في فتره التعدديه الطبيعيه واختيار نماذج التوطميه في مصر لتقديسها وتبجيلها، هنلاقيها انها ابتدى المصري يحورها في حكايات تاخد جزء من اللي فيها الخوارق والعجائب زي اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي في السينما العالمية عن مغامرات هاري بوتر وأساليب الجن وأساليب السحر. طب ما احنا ده موجود عندنا في تراثنا وفي حكاياتنا الشعبية، حاولنا ان احنا نحافظ عليها كرمزية. المصريين لما جم يغنوا للعرايس غنوا هنا مقص هنا مقص هنا عرايس بتترس، فيهم واحدة شامية. ليه؟ لان زهره الاقحوان احنا ما كملناش، زهره الاقحوان وعباد الشمس جابها جدي تحتمس الثالث من خلال زيكاته بالاجنبيات الثلاث اللي من ارض ميتاني وارض ما يعرف بالشام دلوقتي او سوريا العظيمه. جم وجاب كل نماذج النباتات والزهور وعمل لها حديقه للنتر امون في ابو سمبل ومرسوم عليها. جه عالم الماني اسمه شانفورد حلل انواع الزهور والمزروعات اللي عملها في حديقه المزروعات دي في ابو سمبل لامون، لقاها انه في مجموعه من الزهور، قال عنها الدكتور احمد سليم انه دي تم استيرادها من الشام او بلاد رينتو اللي هي الشام الحاليه اللي هي سوريا، لانه احنا ما كانش عندنا الاقحوان في مصر. في حاجه تانية، فندلي. احنا بس مش اتسرق مننا الشكل المادي، ده الشكل المعنوي والملكيه الفكريه لشعار النباله الحتحوريه. انا لما عندي
الكنترول هيجيب لنا الصوره. ما عندي الصوره دي، الصوره اللي هي في متحف اللوفر اللي ما افصحش عنها غير في 2015 اللي, اللي فيها زهره الاقحوان تعتلي باروكة حتحور. طب يجي ومختفيه وما قالوش عنها اي حاجه، يجي بعد كده من 1000 سنة تيجي الامبراطوريه اليابانيه تدعي انها هي امبراطوريه الاقحوان وبنفس الشعار، بيبقى ده شعار النباله الياباني عندهم اللي هي زهره الاقحوان ذات 16 بتله اللي موجوده عندي من 300 قبل الميلاد على الاقل. ده على الاقل تقدير اللي تم الافراج عنه من تراث حتحور المسروق والمهدور في متاحف العالم العالميه. طيب خليني اسال حضرتك سؤال من برنامج الاسم مصري، هناخد السؤال. مصر تاريخ قبل التاريخ، ايه الادله اللي بتقول ان مصر هي اول دوله ذات كيان سياسي حكومي في التاريخ؟ الامبراطوريه، التوسع. احنا عندنا ايه الفرق بين حضاره المصريه وحضارات العالم القديم المتزامنه واللي ربما تسبقنا؟ كان في عندنا حضاره الدويلات اللي هي في بلاد الرافدين لانها كانت دويلات ومدن صغيره. في الشام وبلاد اشور كانت برضو في الميتاني وفي الحيسي وفي 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 اكتر من يعني من مجموعه قبليه كونت مدينه ميري وتدمر و مجموعه من المدن المتفرقه ما جمعهاش كيان سياسي واحد. اما مصر زي ما قال هيرودوت انها من اول ما تكونت في كيان مادي جغرافي محدد هي دوله متماسكه ليها حكم وليها اسر حاكمه من اول الاسره الاولى في عصر نارمر. دي الكلام ده حوالي 2600 قبل الميلاد، يعني انا عندي على الاقل 5000 سنه دولة مستقرة في حدود جغرافية محددة ذات كيان سياسي مما أتاح ليها في وقت من الأوقات لما تم الإغارة عليها إنها حربت واستردت أملاكها وطاردت فلول الحيسيين والهكسوس إلى أماكنها. هاخد من حضرتك سؤال في الوقت اللي كان يعني هنطلع الأول فاصل وبعد الفاصل ناخد حاجة سؤال. هنرخض مشاهدينا لفاصل سريع وعودة لحضرتكم علشان ننقب عن التاريخ والسرقات اللي موجودة في مصر إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن المولد النبوي الشريف وإزاي مصر حقها مسلوب من دول كتيرة، إزاي عظمة مصر وقيمتها، وان احنا بنقول لحضراتكم من خلال الثوابت والشواهد ان مصر، لا مصر موجوده، مصر تاريخ، واحنا ما زلنا بننقب مع حضراتكم علشان نفصح عن ما هو مسلوب وناكد على قيمه مصر الحقيقيه وتعزيز مكانتها قدام العالم كله. برجع لضيفتي الكريمه استاذه دعاء، سؤال في غايه الاهميه. مصر كلها تأيدني فيه. مصر بتواجه حرب كبيره مش بس عسكريه ولا اعلاميه. مصر بتواجه حرب على الهويه المصريه من خلال كل حلقاتي في البرنامج باكد على ده، لان اللي ملوش اصل وملوش اساس وملوش قيمه وملوش لازمه بالتاكيد، فازاي بعد 7000 سنه مصر هي ما اتغيرتش بناسها الطيبين بالقيم بالعلم بالثقافه؟ اشرحي لي حضرتك العبارة دي. هما بيحاولوا ان هما يبهروا الجيل الجديد بالعلم الحديث، وبيحاولوا ان هما يجهلوا بانه العلم الحديث ده السابق ليهم في الوقت اللي احنا عارفين انه هو تم استلاب معظم اسرار والوثائق والبرديات والافكار العلميه. زي ما قلت لك احنا عندنا اول رسم لضرب التبانه، احنا عندنا شعار النباله الحتحوري من زهره الاقحوان السوريه اللي جبناها من سوريا اثناء غزونا لسوريا في عهد جدي تحتمس الثالث. عندنا لما جينا نحتفل بالرسول وقال بيت الرسول، عملنا عروسه مولد على شبه رمز من رموز العطاء والحسن والجمال لانه حياته وسيرته الطيبه الطاهره ولما زالت موجوده وبتتعامل.
مش بس كان في مولد النبي، ده احنا كنا بنستخدمها في يعني كهدايا في فترة عريس رايح يزور عروسته، فكان بياخد الحصان وعروسته المولد كهدية ليه، لأن عشان نذكره بالرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته والاحتفال بيه. وتم الاحتفال، ربما يكون أوجه كان في الفترة الفاطمية لكن استمر. في العصر الحديث في كثير زي ما قلت لك قصة حتحور اللي انتشرت في العالم كله، مش بس في مصر والممثلات المصريين، لا في لغاية وصلت لغاية أمريكا وفرنسا بالضبط كده. بعد كده عندنا في فيلم رائع جدا أنا عايزاكم تدوروا عليه، أعتقد مش كتير يعرفوا عنه، في فيلم اسمه عروسة المولد أستاذ محمود المليجي. بالضبط، برافو عليك. على فكرة أنا يعني قبل ما البرنامج ينتهي أنا عايزة احييكي حقيقه، لانه بس بمجرد هدير ان انا قلت لي على البرنامج وقلت لك عندي افكار حلوه جدا، بصيت لقيتك عندك معلومات اكتر مني ما شاء الله يعني، وعندك زخم كبير ومحبه كتيره في انك انت لانك متابعه وبتقري بشكل حسيس الحقيقه، وانا لازم اشكرك قبل ما البرنامج ينتهي. فيلم مولد النبي بيتكلم عن عروسة، فكرة خيالية وفكرة رائعة. الفيلم مدته 120 دقيقة تقريبا، وانه في ورشة تصنيع الحلوى عروس المولد، وبيجيب مراحل تصنيع الحلوى والورشة وتقسيم العمال فيها ازاي، اللي ما اتغيرتش على فكرة، واللي كانت موجودة كده من ايام الفترة القبطية في مصر ايام الحكم البيزنطي والفنون الشعبية فيها بيجيبها، وانه العروسة بتحاول انها تخرج من حالتها كتمثال أو كعروس حلوة صامت إلى حالة بشرية، وبتسيب أقرانها، وبعد كده بيحاولوا أقرانها يستعيدوها مرة تانية ويحذروها دايما من النمل الفارسي، من الحشرات، من وكان محمود المليجي هو اللي بيمثل الشخصية الشريرة في الفيلم ده. فيلم جميل ورائع، عايزاكم تدوروا عليه وتحاولوا تشوفوه على اليوتيوب، موجود على اليوتيوب على فكرة. هندور عليه وهنشوفه وهننقب عنه مرة تانية. اعمل ايه بقى اسمع زمايلي في الاعداد بيقولوا لي 4 دقايق والحلقة يا جماعة انا شايفة لسه فيها كلام كتير قوي، يعني ضغطي جواها معلومات بجد كبيرة. معلش احنا طيب بس عايزين هاخد من حضرتك سؤال محتاجة افهم المشاهد او نوعيه او نقول بشكل عام، الحرب الثقافية الباردة ايه هي؟ هي حضرتك في مقالة، عفوا قطع كلامك، مقال يعني مقال من مقالاتك اللي هو احنا قلنا عليها الناتو الثقافي. الناتو الثقافي اعرف ايه هي الحروب الثقافية الباردة اللي موجودة على مصر تحديدا ومستهدفة؟ هو مش من الفترة دي بس، انا عايز اقولك ان هو بداية من القرن ال15 وربما بعده ابتدوا الالمان وابتدوا هقولك حاجة ده ابتدوا من ايام هيرودوت. هيرودوت كان اساسا جاي عشان حملة استكشافية لمصر عشان تمهد لدخول الاغريقيين لمصر، فانبهر هو بحضاره مصر وكتب عنها عن نهر النيل، وفي حاجات ما عرفش يكتبها لانه مش فاهم النمط بتاعها، فحاولوا ان هم يفهموها عشان يفهموا طبيعه مصر. عباره شهيره ان مصر هبه النيل لغايه لما بالظبط لغايه لما يجي الاسكندر الاكبر ويجي يبقى عارف ان المصريين مهتمين جدا بالمعتقدات الدينيه والموروث الديني بتاعهم، فيروح ياخد المباركه من كهنه امون في سيوه، واخده بالك اولا قبل اي حاجه. فانا عايزه اقول انه مصر هتفضل لانه كدوله زي من دول الحضارات القديمه هتفضل مستهدفه، الحمل كبير على اهلها وابنائها المخلصين وابنائها المحبين، وجيشها الثقافي وجيشها العسكري وجيشها السياسي، مفروض انه المصريين في كل لحظه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الحلقه هنا يا فندم في غزو ثقافي بيحصل، غزو ثقافي انت لما هيبقى في نماذج محبه للتاريخ المصري واظهار التميز والندره والفراده اللي فيه ويتم تداولها ونشرها على شكل واسع هينتهي تماما. انا عندي يكفي ان انت نزلي دلوقتي منشط انه اول خريطه لضرب التبانه كانت في مصر قبل 5000 سنه. تمام. الوثائق العلميه على فكره هم عارفين المعلومه دي وعشان كده خبوا التماثيل دي وخبوا التفسير للتسريحه دي لغايه لما التلسكوبات العملاقه تكتشف حاليا
ال طيب سريعا كده يا فندم، يعني سامحيني طبعا المقاطعه، ولكن انا محتاجه اخد يعني اكتر معلومات من حضرتك. قولي. في الوقت اللي كان العالم كله جماعات همجيه مشتته في ارض الله، كانت مصر بتصدر حضارتها لكل اللي حواليها، اتعلموا منها، صنعوا حضاره من مصر، من التعليم اللي شافوه. تأثير الحضارة، عايزين نوضح المشاهد أكتر عن تأثر حضارات العالم كله بالحضارة المصرية. بصي، في العالم كله هتلاقي نماذج، بما إن احنا بنتكلم عن عروسة المولد اللي هي حتحور بتاعتنا الجميلة دي، هتلاقي مثلا نماذج باروكة الشعر دي اتعملت في إيطاليا وفي بحر إيجا وفي قبرص مؤخرا وفي اليونان وفي العراق وفي سوريا، وقالوا إنه على النمط الحتحوري، يعني قلدوا الأشكال وطوروا من نظرتهم الجمالية لتشكيل القوى الكونية اللي تجسدت في حتحور، يعني نقلا عن مصر. عبدوها في الاماكن دي، على فكره اللي انا بتكلم فيها هي دي، وليها اثار، رسموها على الجرار الفخار وبالالوان، عملوها ايقونات ذهبيه وفضيه، عملوا لها في كل الدول بقى، من الدول اللي تم غزوها او اللي كان اهلها جم مصر وتاثروا بيها ورجعوا نقلوا عنها سماتها الجماليه في التصميم والابداع، واللي فضلت بقى معانا علشان خاطر نوصلها انها تبقى عروسة المولد اللي في كل سنة هنفتكر مولد سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة وعلى والسلام، آل بيته الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنا استمتعت جدا مع حضرتك باللقاء ده، أنا ما انكرش إن الوقت ضيق جدا معايا، لكن إن شاء الله يكون في حلقات قادمة بإذن الله. بشكرك كل الشكر أستاذة دعاء صالح، الكاتبة والباحثة في فلسفة الثقافة الشعبية، كل الشكر لحضرتك. مشاهدينا الكرام، يعني أتمنى نكون قدرنا نوصل لحضراتكم إيه هي جذور احتفالية المولد النبوي الشريف. النهاردة احنا تناولنا الموضوع ليس ديني ولكن بشكل ثقافي موروث، بشكل تاريخي، علشان نقدر نوضح لحضراتكم أن مصر قيمة، قيمة كبيرة، وأن مصر بتؤكد كل حلقة من حلقاتي أنها ما زالت موجودة، ما زالت محتفظة بتاريخها المجيد، ما زالت بندي لمصر القيمة الحقيقية ليها، وبنعززها قدام المصريين وقدام كل البلاد العربية والعالم كله بأجمعه. كل الشكر لحضراتكم، بشكركم يا مصريين، بشكركم لوجودي معاكم النهاردة، بشكر فريق الإعداد والأساتذة اللي في الكنترول، بشكر ضيفتي الكريمة مرة تانية اللي وجودها معايا النهاردة، الحقيقة أسعدتيني. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة وإخواننا العرب وخارج مصر وبره مصر وكل مكان في الدنيا بخير، كل سنة والأمة الإسلامية بخير، كل الشكر للقوات المسلحة المصرية، كل الشكر لجيشنا الأبيض، كل الشكر ليكم مشاهدينا، أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة، إلى اللقاء. ذهب يعني سمبوسة، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافة. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراء، أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات، رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج، رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام ذهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع ذهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام ذهب.